أهلاً أعزائي. في ناس بتحاول تعطيها درر ولآلئ، يعني تعاليم قيمة متميزة فريدة عميقة، لكن لا ما عندها القابلية أو القوة على الهضم مثل هذا النوع من التعليم، فتلفظ هذا التعليم إلى الخارج. إذن الإنسان يرفض الحق فلا تستمر في وعظه. يقول المسيح: من لا يقبلكم ولا يسمع كلامكم انفضوا الغبار غبار أرجلكم. طبعاً بتشوف الآية بتتكرر في سفر أعمال الرسل لما التلاميذ راحوا وخدموا في مناطق عديدة. عندما نلتقي الأشرار الذين يقابلون الحقائق الإلهية بالازدراء الكامل ويواجهون تبشيرنا لهم بالإنجيل بالاحتقار والعنف، فلا نكن مجبرين أحبائي على الاستمرار في الضغط عليهم. خلي يكون عنا تمييز، خلي يكون عنا حكمة. هذا بيتطلب وعي كامل، وعي روحي. وأنا بصلي اليوم: إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. هذه الحقائق المبسطة أحبائي اقبلها من الرب يسوع، لأنه بحبك وعاوز يكون في علاقة معك. الرب يباركك.